هذا يسأل عن تحية المسجد، صلاة تحية المسجد بعد العصر، هذه محل خلاف بين العلماء في تحية المسجد، هل تفعل وقت النهي أو لا تفعل؟ على قولين، ولا ينكر على من فعلها ولا ينكر على من تركها. أولاً لأنها سنة ما هي بواجبة، والسنة يجوز فعلها ويجوز تركها، هي سنة. ثانياً إن فيها خلاف في هذا الوقت، فمن قلد القائلين بالصلاة وصلى لا بأس، ومن قلد الذين يعممون النهي لا بأس، لا إنكار على طرفين، لأن المسألة مسألة نظر.